اهلا بحضراتكم من جديد. قلت لكم النهارده كان يوم مهم جدا في النادي الاهلي، بالذات في مقر النادي في الجزيره. احنا شفنا التطوير اللي حصل في مدينه نصر، وشفنا بوابات النادي في مدينه نصر، واسوار النادي في مدينه نصر، وتحديث البنى التحتيه ومرافق النادي في مدينه نصر، وشفنا الشيخ زايد واللي حصل فيه من طفره انشائيه لسه كمان مستمره بشكل كامل ومتكامل. لكن النهارده في اعضاء النادي الاهلي في الجزيره، النادي التاريخي، المقر التاريخي للنادي، كان على موعد مع لحظه مهمه جدا اوفى فيها مجلس الاداره بما وعد به الاعضاء. التطوير، رفع كفاءه المنشاه، الارتقاء بمستوى المكان ليكون لائق بنادي القرن وقيمه عضو النادي الاهلي. هنشوف افتتاح بوابه النادي الاهلي الجديده اللي بتطل على نهر النيل، و تقرير مع المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس إدارة النادي، والحقيقة اللي شغال في كل الاتجاهات. الناس اللي بتبني أوضة بتفرح بيها. النادي الأهلي النهاردة شغال على كل المقرات الأربعة في تطوير شامل. نشوف هذا التقرير مع المهندس سامح علي كامل وافتتاح بوابة النادي. الحدث ده بالنسبه لي يعني من اسعد الايام ان نعمل في اهل الجزيره بالتحديد المقر الرئيسي اللي احنا تركونا تربينا فيه، نفتح الباب الجميل اللي شفناه ورديت حاجه فعلا تليق باعضاء النادي الاهلي. اضافه جديده للنادي، خدت مننا مجهود كبير جدا، وقت كان مضغوط بسبب طبعا موضوع الكورونا والاحداث اللي احنا بنعيشها كلها في مصر. غالبا اكبر مشكله عندنا مشكله التراخيص، خدت مننا شويه كتير. اول ما خلصنا يعني ضغطنا جامد قوي. الوادي كان فيها مشكله ان اعضاء النادي كانوا بيضطروا يخشوا من باب الصاله المغطاه، مشوار كبير جدا عليهم وخصوصا كبار السن، كان بيجي لنا بعض المشاكل، لكن للامانه الاعضاء استحملونا لحد ما فتحنا الصرح الجميل اللي احنا شايفينه دوت. حاجه بصراحه اضافه مع الاسوار اللي كنا مخلصينها السنه اللي فاتت، الاثنين اكتملوا. يتبقى بقى الجزء الاكبر اللي هو البوابه الناحيه الثانيه اللي ان شاء الله بالنسبه لنا هيكون فيها النسر العملاق اللي هو شعار الاهلي الجميل اللي شفناه في اهلي مدينه نصر لما فتحنا البوابه الرئيسيه في اهلي مدينه نصر. على طول ان شاء الله بعد الجمعيه العموميه، مش هنقدر نبدا الاسبوع الجاي عشان الجمعيه العموميه والاعضاء مش هيكون في هدك عليها، هنبدا فورا فيها. الرسومات الحمد لله موجوده، كل حاجه جاهزه ان شاء الله، كل حاجه ان شاء الله موجوده، هنبدا فورا ان شاء الله. وبرده تجونا تشرفونا ونعمل افتتاح جميل. طبعا هيبقى في بقى النسر، ده موضوع تاني بقى. هي المشكله في النسر طبعا بياخد وقت شويه، هي كبوابه يعني اقل من كده، لكن النسر بياخد مده شويه. اولا اقول لك انا سعيد جدا وانا محظوظ ان انا في الدوره دي قدرنا نطلع كل المشروعات العملاقه دي للنور في 3 سنين. احنا على مدار السنين اللي فاتت كلها كان اقصى حاجه ممكن نعملها في 4 سنين مشروع واحد. احنا النهارده لوحه الشرف المتعلقه دي اللوحه رقم 9. تسعة خلال ال3 سنين دول. طبعا دي حاجه تحصل لمجلس اداره النادي الاهلي انه يقدر يوفر الاعتماد المادي كبير جدا، ارقام كبيره جدا. الدعم مش عايز اقول لك، هم واقفين معايا وقفه غير طبيعيه ماديا ومعنويا نفسيا كل حاجه. اي طلبات في المقابل بنطلع حاجه تليق باعضاء النادي الاهلي. لو تتذكر كده مشروعات عندنا حمام الامواج في اهل مدينه نصر، حمام السباحه، الفوت كورت في اهل مدينه نصر، اكاديميه الكوره، الملاعب النجيله الصناعي على احدث مستوى هناك. عندنا في الشيخ زايد مقر البنوك، وحاليا شغالين في مجمع سكواش، صاله جمباز، صاله كاراتيه، مبنى اجتماعي رئيسي على مسطح 1200 متر، 2 ملعب كره قدم، نجيله صناعي لاكاديميه الكوره. حضرتك مشروعات عملاقه في الجزيره. عندنا المركز الاعلامي طبعا حاجه اضافه جدا جدا، احنا كنا مفتقدين حاجه زي كده تليق بالنادي الاهلي، يكون لي مركز اعلامي على هذا حاجه فعلا تليق بالنادي الاهلي. عندنا الصاله المغطاه غيرنا ارضيتها، تكييف الصاله دي حاجات بقى صغيره، مش حاجات صغيره، كانت زمان دي بالنسبه لنا مشاريع كبيره. النهارده مع اللي بيحصل في النادي اصبح الايه انك تجدد التويلت وكده حاجات صغيره بالنسبه للمشاريع العملاقه، حاجات بقت جنب دي حاجات صغيره جدا، لكن هذا كله يضاف للنادي الاهلي اضافه كبيره جدا بصراحه. المجلس الحالي يعني في 3 سنين دول ده تاريخ هيتكتب بجد، اللي بيحصل في الاهلي دوت في الافرع كلها. طبعا هنتكلم بقى على التجمع الخامس، ده موضوع تاني بقى
خلصنا البنيه التحتيه الحمد لله بنسبه 80%، حاليا شغالين في المرحله الاولى. يا ريت تشرفونا هناك على الواقع تشوف احنا كل يوم بنصب خرسانات للنادي هناك، اضافه طبعا للمنطقه شرق القاهره واضافه للنادي الاهلي. بص حضرتك الاولاد بيعدوا بسرعه، يعني الثلاث سنين عدوا بسرعه جدا مع حجم الشغل اللي بيتم، بس ان شاء الله من نجاح لنجاح ان شاء الله. وانا عايز ابارك بس للراجل ده، وعايز اقول له انت لسه احنا ما شفناش حاجه لغايه دلوقتي، يعني انا سامع عمال احنا ما شفناش حاجه، احنا دايما بنتابع وعايزين نلبي طلبات اعضاء الجمعيه العموميه، عايزين نلبي الاداره التنفيذيه دعم مرعب الحمد لله. فطبعا انا عايز بس اقول حاجه، يعني الاول هقول انا لسه ما شفناش حاجه زي ما الناس عايز اكتر من كده مننا، بس لازم اشكر المهندس سامح، لازم اشكر الناس اللي معاه، مش هقول عشان خاطر ده دورنا واحنا اللي اخترنا الحمد لله رب العالمين، ويمكن توفيق من ربنا سبحانه وتعالى ونصيبنا اللي احنا موجودين في الوقت الحالي، واي حد يتمنى يكون مكاننا، اي حد الحمد لله رب العالمين. ويمكن يعني سامح اخ اكبر ليا واشتغلنا مع بعض، يعني خلينا زي ما احنا اشتغلنا مع بعض الحمد لله رب العالمين. الناس مش عارفاه اللي فيه جهد بيبذل غير عادي غير عادي، وما بنحبش نتكلم كتير الحمد لله لان اتعلمنا كده وتربينا كده. لو في تقصير مننا فده يعني حقكم علينا، لو احنا بنعمل حاجه كويسه بنشكركم، اللي انتوا اللي احنا بنعمل لاولادنا وبنعمل لبيتنا وبنعمل لاخواتنا، لان دي عائله الاهلي اللي احنا بنتكلم فيها. الراجل ده ما حدش بيشوفه، بيشتغل كتير الحمد لله رب العالمين وما بيتكلمش، واحنا بنفضل نضغط عليه نضغط عليه نضغط عليه. يعني النهارده قفلنا الصفحه دي قطعناها، هنخلص البابا الناحيه الثانيه امتى عشان نخلص؟ هو ده اللي احنا دايما بنقوله، اكاديميه الكوره خلصت، طب دخلنا في الجراج هتخلص ملاعب الاعضاء فين؟ بنوفر على قد ما بنقدر، بنحاول على قد ما نقدر، بنقول اللي احنا بنتقي ربنا برده في الناس كلها، عايزين نعمل حاجه تشرف اعضاء الجمعيه العموميه. النادي الاهلي الحمد لله الحمد لله رقم واحد في الرياضه، وان شاء الله باذن الله باذن الله النادي الاهلي يكون رقم واحد على المستوى الاجتماعي والخدمات اللي بتقدم لاعضائه. اهم حاجه في الاخر ابني وابنك واحفادنا ما يخرجوش بره النادي، عشان بس برضو اللغط عنواننا بره النادي الاهلي للرياضه البدنيه، الاهلي سبورتنج كلاب باللغه العربيه، النادي الاهلي للرياضه البدنيه. التاريخ هتلاقيه موجود بره، علي بي لطفي صاحب فكره تاسيس النادي الاهلي، من جوه النادي هو ده اللي احنا عايزين نتحرك عليه. هيجي ناس بعدينا هتغير، كان في الاهلي فوق الجميع، في ناس كانت فاهمها غلط فسرناه كتير. النهارده الاهلي بيقول احنا تاريخ، احنا مبادئ، احنا تطوير، احنا بنطور مع الدوله المصريه زي ما هي بتطور النهارده في كل مكان، وفي العاصمه الاداريه وفي الشوارع وفي الكباري، احنا بنطور في كل مكان. حلم كابتن محمود الخطيب اللي ولاده واحفاده ما يخرجوش بره النادي، ده حلمه. عشان ما يخرجوش بره النادي لازم يقدم لهم الخدمه، العضو يجي يبقى عنده الخدمه اللي هو يعرف يقنع ابنه ويقنع احفاده ما يخرجوش. فبنحاول بقدر الامكان، طبعا الضغط غير عادي، بنتحرك على المستوى الاخر او بالتوازي مع المشروعات والانشاءات اللي بتتعمل، بنتحرك على البنيه التحتيه، تطوير في الحمامات، تطوير في الملاعب، تطوير في مراجع حدائق الاطفال. انا عارف كويس قوي اللي هي طلب، انا عارف كويس جدا جدا ومتابعينها، وخلال الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله هنتحرك فيها بشكل كويس جدا. هرجع اقول تاني، انا عايز بس عشان ما انساش لازم اشكر يعني اخويا الصغير المهندس احمد اسماعيل مدير الصيانه، استاذ محمد الفي مدير الخدمات، دول بيتين من امبارح لغايه النهارده ما روحوش ما ناموش، هم والولاد بتوع الخدمات والولاد بتوع الصيانه، عشان طبعا المنظر اللي احنا شايفينه واللي كلنا بنفتخر بيه. طبعا شركه برزنتيشن ده الشريك الاساسي اللي دايما بيحافظ ازاي يكون في ضنا عشان ننجح، بنروح وبنيجي مع بعض، لكن هو في الاخر هدفه للنادي الاهلي ينجح. فطبعا برضو لازم اشكرهم بوجودهم معانا النهارده وبالاحتفاليه الجميله دي. طبعا انا مش هقول غير حاجه واحده، اتمنى اللي احنا نكون عند حسن ظن مجلس الاداره برؤيته وبالاسترجاع بتاعت كابتن محمود الخطيب وبسرعته وحلمه اللي هو عايز يحققه على طول، واتمنى من الاداره التنفيذيه تكون عند حسن ظن الجمعيه العموميه. على قد ما بيقدروا بيحاولوا يبذلوا جهد، على قد ما بيقدروا موجودين في النادي 24 ساعه، بنسمعكم وبنشوفكم، الناس عارفه الكلام ده كله، وبنسمع النقد وبنقبله طالما في حدود الادب وفي اللباقه، احنا بنقبل اي نقد وبنتحرك عليه، ولكن في نفس الوقت لازم يبقى انتوا بتساعدونا، ايديكم في ايدينا، مكاتب مفتوحه 24 ساعه عشان خاطر نشوف احتياجاتكم ايه. متهيألي النهارده كل واحد موجود بيفتخر اللي هو في النادي الاهلي، كل واحد موجود. وهرجع اقول تاني، مش عشان ده المقر الرئيسي، يمكن المقر الرئيسي اقل حظا من الفروع الاخرى. مدينه نصر طبعا ما شاء الله واخده النصيب الاكبر، الشيخ زايد ما شاء الله النهارده برضه باذن الله قريب جدا هنفتتح مشروعات عملاقه او صالات عملاقه، وده حقه حق الاعضاء الجمعيه العموميه. التجمع الخامس زي ما المهندس سامح قال، انا مش عايز اتكلم في انشاءات لان هو بصراحه ربنا يعني سامح يعني باذل جهد غير عادي.
ومش هقول لكم لان برضو ده مش دوركم اللي انتوا تشاركونا اللي في تراخيص بتتعمل مشاكل بتحصل كان مش هقول لكم شاركونا انتوا ليكوا تشوفوا الشكل على الطبيعه عامل ازاي. فانا يعني انت طب في البوابه الجديده بوابه البوابه الخلفيه ما تقلقش على طول هتلاقي الفتره اللي جايه دي في شغل في البوابه الجديده ان شاء الله باذن الله عشان نقول اللي احنا قدرنا نخلص 80% او 90% من احتياجات مقر النادي بالجزيرة. وبإذن الله برضو بنتحرك عشان المجموعة الاقتصادية في حمام التربية والتعليم عشان يبقى عندنا حمام سباحة موجود هنخش بعد كده. بس أنا لسه كإدارة تنفيذية بقى ما في حاجات الناس لازم تبقى في حاجات كده في خلاف مع الإدارة الهندسية ومع عايزين نهد المدرج بس احنا عايزين نصبر عايزين ناخد نفسنا طبعا كلنا بنقول يا رب يوم 27 إن شاء الله لأن هو ده الحلم في الأول في الآخر مش عايزين نحيد عن هدفنا. هدفنا النادي الأهلي رياضة النادي الأهلي بطولة النادي الأهلي هو اللي بيفرح الملايين ده على هامش الانشاءات على هامش الانشاءات وعلى هامش التطوير عشان حق عضو الجمعيه العموميه. لكن احنا اتربينا هنا يمكن الاسوار اللي حوالينا دي انا عندي 46 سنه دلوقتي ما اتغيرتش انا مولود كده فاهم النادي الاهلي بنشوفه كده على طول على قد ما بنقدر طبعا في تطوير بيحصل في خدمات بتحصل فيه لكن الحجم الانشاءات اللي بيحصل زي ما بيحصل في بلدنا في مصر من كباري وطرق وشوارع وي زي بالظبط حجم الضخم اللي احنا بنعمله او بندعي اللي احنا بنعمله وبنتمنى اللي يجي بعدين ان شاء الله باذن الله هيكمل ويحافظ على هذا الكلام ان شاء الله. هو طبعا برضو لازم ننوه لحاجة طبعا احنا كان مجلس اداره النادي الاهلي كان اخذ قرار الجمعيه العموميه يوم 27 و28 وكلنا بنتابع عشان بس الناس اللي هي بتتكلم كلام احنا ما عندناش حاجه الحمد لله يعني الجمعيه العموميه كانت يوم 27 و28 طبعا نتيجه اللي حصل واللخبطه وانتوا عشتوا معانا 48 ساعه لغايه تم تحدد ان هي كان يوم 6/11 لا ده نهايه 10 وبعد كده لا 6/11 كل ما بنجهز نفسنا على حاجه بيتغير طبعا بناء عليه كابتن خطيب على طول ازاي يعني طب لازم مجلس الاداره بالكامل يكون موجود لازم نكون مركزين مع اعضائنا عشان نسمعهم عشان نشوف طلباتهم ايه القصه دي كلها. ده بيبقى يوم في السنه بنتقابل فيه واثقين في ثقه اعضاء الجمعيه العموميه ولكن برضو بنحاول نسمع وبنشوف زي ما اقول لك بنقبل النقد وبنسمعه كل الكلام ده كله. فاخدنا قرار بالتمرير على طول وحسبناها الاتحاد الافريقي هيلعب ماتشاته امتى يا خميس يا جمعه يا سبت فقلنا هنتحرك ما بين الحد والاثنين والثلاث ابعد عن اي يوم لان انت عمال تسمع لا ده هيلعبوا يوم 24 هيلعبوا يوم 20 هيلعبوا وانتوا كلكم كاعلاميين عارف بناء عليه الكابتن الخطيب راجع كل اعضاء مجلس الاداره اخذنا قرار بالتمرير اللي الجمعيه العموميه هتبقى يوم 23 و24 اهم حاجه ان شاء الله في اليوم ده الناس تلتزم يمكن ربنا يرفع عنا يا رب الوباء ان شاء الله ونحفظنا جميعا الناس تلتزم بالماسك على يعني يبقى لازم لابس الماسك على طول احنا داخلين على قدر الامكان محافظين على المسافات بين كل موظف والاخر اللي هو هيستقبل العضو هيبقى في مواد مطهره دخول التعقيم مش هقول ساعدوا الامن ساعدوا اداره الخدمات احنا والله معاكم حتى لو انت يا سيدي جاي ومتعصب وجاي عايز تعمل صوتك هيوصل من غير خناقه النادي الاهلي ابسط من كده بكتير جدا 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 انا بقول ربنا سبحانه وتعالى اختارنا الفتره دي هنكمل ده نصيبنا انا اتشرف بيه واي حد يتشرف واي حد مكاننا هتشرف بيه هنمشي تعالى واعمل اللي انت عايزه وفي جمعيه عموميه فيها انتخابات اختار اللي انت عايزه عايزين الفتره اللي جايه الناس كلها بتتكاتف ورا النادي الاهلي في جهد مبذول فوق العاده انا عايز اقول لو الناس فاكره لان تسمع كلام فلوس الاعضاء يعني في حاجات مش عايز اخش فيها حجم الانشاءات بتطوير النشاط الرياضي باللي انت ترجع كره القدم عشان تحقق الحلم اللي احنا بنحلم بيه وعلى مدار الثلاث سنين وانتوا كلكم شايفين هذا الكلام قدامك حاجه من الاثنين يا اقول لك انا كسبان وعندي ولم استخبى ورا البطولات يا اقول لك اللي انا زي ما كابتن الخطيب كده يعني بيعمل بيتحمل وبيغامر وبيدور على موارد وبيدور على ازاي ادخل فلوس للنادي بره القصه دي كلها. انت النهارده لو هتتكلم في المصروفات وحجم الميزانيه اللي بتتصرف غير عادي بالاضافه طبعا على العيب وهرجع اقول تاني لازم نلتزم بيه لان احنا جزء من الدوله المصريه من ضرائب لقيمه مضافه لكهرباء لغايه اما هنشوف مع يعني وزير الشباب والرياضه او المسؤولين عن الرياضه ازاي يبقى فيه بس انا عايز منتخبات قويه وهصرف على لعيبتي لان المصاريف بقت عاليه جدا العقود بقت في صراع قوي يعني انت النهارده بتقول انا هجيب شريف ليه النهارده بدل ما بواحد بقى بعشرة انا النادي الاهلي فيعني ولكن برضو دي هوجه احنا عشنا فيها شويه ولكن بنوعد ناس ان هو النادي الاهلي برضو هيبقى في انضباط للاسعار مره تانية ازاي في كابتن محمود الخطيب بيفكر كويس قوي بيتحمل وبنشتغل بس الناس تتحمل معانا وتقف معانا ان شاء الله باذن الله انا شايف يعني جهاز فني محترم
جه بشكل وكان في برضه ريسك قوي جدا، بس الحمد لله رب العالمين واثقين فيه كل الثقه. لعيبه رجاله ما شاء الله بيبذلوا اقصى جهد، يعني اقصى جهد بيبذلوه. ادينا شفنا منتخب مصر الحمد لله رب العالمين، يعني مش تحيز، لان النادي الاهلي قوي، النادي الاهلي فرقه قويه. هتلاقي منتخباتك مع طبعا كل الانديه، مع احترامي لكل الانديه، نادي الزمالك، نادي بتاع، كلهم بيبذلوا جهد. انت عندك الباسكت، الاتحاد الباسكت ما شاء الله طبعا ما اقدرش اتكلم، كره اليد يعني. فبنحاول بقدر الامكان تنافس شريف لصالح الرياضه المصريه. تنافس شريف لصالح الرياضة المصرية، دي كانت كلمة الختام من العميد محمد مرجان احتفالا بتطوير مقر النادي الأهلي بالجزيرة وافتتاح البوابة الرئيسية. وأعتقد شفتوا المستوى قد إيه يليق بالنادي الأهلي، ولسه في أكتر.